اللحظات الحزينة حزينة واللي عم تدمع القلوب والدموع على هالشهيد البطلي اللي هي فعلا كانت نحس انتو عم تسمعيها على التلفزيون وعندما كانت تتحدث عن المعارك وعن الأحداث في فلسطين كنت تحس انها وكأنها تنتظر ان تقتل لانها كانت تتحدث صهاينة وكانت تظن أن كلمة بريس الصحافي أنها رح تحميها ولكن الصهاينة ما عندهم إنسانية ما عندهم رحمة. شيرين علمتنا الكثير ما لم نكن نتعلمه قبلا، علمتنا أن طريقة استشهادها وكأنها تقول أريد هذا المكان الذي احتضنته من تراب فلسطين هو حصتي. أقول لشيرين شخصيا وكتبت بالأمس عنها، أقول لها أنت أصبحت حصة في القلب وفي الضمير وحصة في مسألة الانتقام من هذا العدو الذي لا يعرف.